في الحقيقة الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة ما فيش شك إنها بتدفع منطقة الشرق الأوسط والإقليم كله لمزيد من التوترات والنتائج السلبية، في ظل إن مصر دايما وباستمرار بتطالب وقف أي تصعيد سواء من جانب إيران أو من جانب إسرائيل تجنبا لأي سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤثر مستقبلا على شعوب دول المنطقة بالكامل. قراءة وافية عن تداعيات الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة والموقف المصري المطالب بوقف التصعيد. بينضم لنا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار. في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ منى. صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. حالة توتر وحالة تصعيد متبادل بين إسرائيل وإيران في المنطقة، إزاي شايف الموضوع ده؟ الحقيقة أنه يعني المتابع لهذا الأمر يدرك أن هناك الكثير من عدم المسؤولية فيما يتعلق بالتصعيد، وربما يعني نستند إلى عبارة وردت ببيان وزارة الخارجية المصرية بالأمس أن التصعيد الذي قد يؤدي بالخطأ، حتى يعني هذه العبارة ويعني استوقفتني في البيان، قد يؤدي إلى نشوب صراع في المنطقة لا يحمد عقباه أو شيء بهذا القبيل. هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية لديها أو حريصة على أن يكون التحذير الذي تطلقه على مستويات متعددة، سواء على مستوى الرئاسة المصرية وفي مناسبات عدة قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيرا كان في مؤتمر بريكس هذا الأسبوع، أو في مباحثاته الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الفرنسي بالأمس. الحقيقة أن الموقف المصري يحذر مرارا وتكرارا من أن العنف أو هذا التبادل أو هذه خلينا نقول يعني المماحكات التي يمكن أن ينتج عنها حرب في المنطقة، تحذر مصر من أنها سوف تكون لها أثار وخيمة على المنطقة. من هنا الدولة المصرية ترغب أو تعلي أو تصعد من مطالبتها بضرورة أن يتم الائتمان أو العودة إلى لغة العقل وإلى احترام المبادئ التي يمكن أن تؤسس لفترة سلام في منطقة الشرق الأوسط، بالالتزام وبالسعي نحو تنفيذ المقررات الدولية التي تضمن الحقوق العربية المؤسسة والمؤيدة بقرارات دولية. صحيح. طب يعني بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران، والتي رأينا وفقا لما قال موقع إكسيوس أنها تمت يعني إيه بمعرفة إيران ومعرفة الأماكن التي ستذهب بها الضربة والأهداف التي ستنولها الضربة وابتعادها عن المنشآت النفطية أو المنشآت الخاصة بالطاقة أو المنشآت النووية، هل تعتقد أن هيكون في رد فعل لإيران ويكون هناك يعني تصعيد متبادل، أم تكتفي إيران بأذرعها في المنطقة؟ أستاذ مصطفى، أنت أشرت بشكل غير مباشر إلى ما يقوله كثير من المتابعين، أن هناك نوع من الاتفاق أو نوع من الترتيب لهذه الضربة أو نوع من التنسيق، أيا كان العبارة دعنا يعني هذا الأمر يدعنا أن نقول أو يجعلنا نقول أن هناك تشكك فيما يصدر على وسائل الإعلام من تهديدات وتهديدات متبادلة. ده معناه أن هناك تنسيق أو هناك نوع من أنواع الاتفاق، هناك من الترتيبات زي ما اشرت حضرتك، وفي وسائل اعلام كثيره تتحدث عن ان ايران تلقت اشارات من الجانب الاسرائيلي قبل بدء الضربه بانه سوف يكون الاستهداف قاصرا على بعض المواقع ولن يتعرض للمواقع البتروليه او المواقع النوويه. هناك من يقول ان المسؤولين الاسرائيليين قالوا بعد الضربه انها حققت اهدافها ولم تستهدف اماكن او مرافق حيويه بتروليه او نوويه، ولكنها حسب الكلام المسؤولين الاسرائيليين، ولكن الضربه استهدفت بعض المواقع التي تمثل خطرا على اسرائيل ولم تحدد هذه المواقع، بينما المسؤولين الايرانيين قالوا ان قوات الدفاع الجوي الايراني تمكنت من صد الضربه ولم تؤتي خسائر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجهه الاولى لاسرائيل بتقول خلاص انا اكتفيت، وايران بتقول يعني معناها ان احنا صدنا رد الضربه فمش هنرد. ده معناه ان هناك نوع من انواع يعني التشكك فيما يعني يكون في هذا الصراع، وربما الكلمه او اللفظ الاخير الذي اشرت اليه حضرتك بانه ولا العمليه هتستمر عن طريق الاذرع القائمه او الموجوده في المنطقه. نعم، اخذ من كلامك وابدا واقول ان بالفعل ان المسعى الايراني، المسعى الاسرائيلي، المسعى الامريكي ان تستمر
المعركة عبر الأزرع التابعة والمؤيدة من إيران في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة أو في المنطقة. نرى حزب الله، نرى حماس، نرى الحوثيين. هذه الأمور تعني أن هناك ربما رغبات دفينة في أن تستمر هذه المعركة أو هذه يعني أريد أن أصفها بلفظ يتفق معها، أو هذه الصراعات إن صح التعبير المحدودة، أو تبادل إطلاق النار أو إلى آخره، لمحاولة يعني التأثير على المنطقة، لمحاولة التأثير على تحقيق أهداف معينة على الأقل ليست معلنة حتى هذه اللحظة. طيب المنطقة يعني مشتعلة أو شديدة التوتر، كيف ستنتهي الأزمة حتى تساهم في تهدئة المنطقة نسبيا على الأقل؟ حقيقة دعينا نقول وليس تحيزا، الموقف المصري هو الموقف الأكثر تعقلا والأكثر هدوءا والأكثر استيعابا والأكثر تجاوزا على الموقف. لعلك تتابعين معي أنه قبل ثلاثة أيام حدث لقاء بين مسؤولين ممثلين للدولة المصرية المعنيين بالملف، ملف المفاوضات أو ملف المباحثات للتثبيت أو للبحث عن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مع جانب أو مع ممثلين للجهاز الدبلوماسي الإسرائيلي. الحقيقة هذا الأمر يعني هناك مسائل ربما لا تكون معلنة للألم حتى الآن من جانب الدولة المصرية لمحاولة التوصل أو للقفز على الأمور إلى الأمام، لمحاولة تأكيد للإسرائيليين وللدولة وللولايات المتحدة الأمريكية الدولة الداعمة والمؤيدة والشريكة والمتورطة فيما يجري على أرض فلسطين أو الأراضي العربية المحتلة من عمليات هدم وعمليات قتل وعمليات تشريد التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أظن أن الدولة المصرية تسعى لمحاولة وقف هذا العنف، وقف نزيف الدماء، التثبيت أو تثبيت التهدئة أو البحث عن التهدئة لنصرة أو لإغاثة المواطنين الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من عام وشهر، ربما يكون الآن على وشك أن ندخل في الشهر الثاني أو في الشهر الأول في السنة الثانية، وما يعانيه برضو الشعب اللبناني. ومن هنا أظن أن المحاولات ربما تكون يعني في طريقها لإيجاد صيغة ما لمحاولة التأثير على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات العنف ولإيجاد سبيل للتهدئة أو وقف إطلاق النار في الأراضي العربية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة. طب ماذا لو ردت إسرائيل على الجانب، ردت إيران على الجانب الإسرائيلي وصعدت الموقف؟ هل ينذر هذا الأمر بحدوث حرب إقليمية شاملة تدخل فيها عدد من الأطراف ويتم استهداف يعني أهداف أكثر حيوية؟ هو دعني أقول يا أستاذ مصطفى أنه يعني الخوف من حرب إقليمية لا أراه بالشكل الذي يمكن أن أراه الآخرين من منطلق أن الحرب ربما تكون على الأبواب إذا ما حدث خطأ، إذا ما حدث عدم وجود حسابات دقيقة، إذا ما قلت أنت التحقق ما قلت في أن إيران قررت أن ترد ردا جديدا. دعني أقول أن المسألة ليست بالصراع الإسرائيلي الإيراني إذا ما حدث مسلحا، ولكن نقول ونتخيل كيف يمكن أن يتم تبادل إطلاق النار أو تبادل قذائف بين دولتين بينهما جغرافيا عديد وعشرات من الدول. صحيح. وبالتالي هذه الأمور تورط كثير من الدول في هذه الأمور، لأنه كثير من الدول ربما تستشعر أن هناك استخدام لمجالها الجوي، ربما ترفض، ربما تواجه، ربما تعترض على بعض الاستخدامات العسكرية لمجالها الجوي، ربما تأتي الآن الأمور أو يتم استخدامها بأمور دقيقة تجعل المتابعة عبر أجهزة الدفاع الجوي في دول معينة مهمة صعبة لأنها بتبقى عملية مركزة. لكن إذا ما تم التبادل بشكل واضح ربما يكون الأمر مصعب. هنا الخشية من تصعيد الحرب على دخول دول أخرى يكون بهذه الطريقة التي أقول بها، أن ربما وده هذا مجال واحد يعني ربما يكون هناك نوع من التصدي من جانب الدول التي تستخدم مجالاتها الجوية عنوة، سواء من جانب الإسرائيلي أو من جانب الإيراني. الأمر الأكثر أهمية أنه حتى بالفرض إذا اقتصرت الحرب المنتظرة على عمليات عسكرية مستمرة متبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين إيران، سوف يعني تشتعل النار في العالم على النواحي الاقتصادية المتعددة. صحيح. يعني إذا ما حدث هذا الأمر صحيح. ستتوقف سلاسل التوريد، ستتوقف عمليات إنتاج البترول، حركة الطائرات أيضا في المنطقة، سيكون هناك نيران تلهب أو تشعل أو تشتعل
فيما يتعلق بكثير من الدول التي لا ناقة لها ولا جمل وليست قريبة منا أماكن الصراع، ولكنها سوف تعاني اقتصاديا بشكل غير طبيعي إذا ما حدث تبادل عسكري أو صراع عسكري مستمر أو متواصل بين إيران وإسرائيل. أستاذ صلاح الزهار، سؤالي الأخير، هل تعتقد أن سيناريو غزة وسيناريو إسرائيل مع حركة حماس يمكن أن يتكرر مع سيناريو جنوب لبنان وحزب الله في الجنوب اللبناني؟ هل يمكن أن تدخل إسرائيل بريا ويعني تقتحم أو تحاول القضاء على يعني الهياكل التنظيمية لحزب الله كما تحاول أن تفعل مع حركة حماس في غزة؟ يعني طبعا دعني أقول لعلك تتفق معي لأن حضرتك عندك اطلاع كويس بالقضية، الأرض هنا تختلف عن الأرض هنا، المعركة هنا تختلف عن المعركة هنا، ولكن المساعي الإسرائيلية لإيجاد انتصار ما بوجهة نظر الإسرائيليين في الوضع اللبناني يقتضي كما يريدون إعادة المستوطنين الذين تم تهجيرهم من الشمال الإسرائيلي. هذا الأمر ترى إسرائيل مرتبط بأن يكون هناك مساحة آمنة تمتد لأكثر من 20 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية، يكون هناك ضمان ألا يكون هناك فيها مقاتلين أو قوات عسكرية لحزب الله. الحقيقة المتابع للأمر يرى أن حزب الله في الأسابيع الثلاثة أو الشهر الماضي ربما فقد الكثير من قدراته ومن تأثيراته في باغتيال قادته أكثر من مرة، باغتيال أمينه العام، بالتفجيرات التي سبقت كل هذه الأمور لأجهزة البيجر وأجهزة الوكيتوكي، كل هذه الأمور أوجدت نوع من الضعف لدى حزب الله، ولكن لا نستطيع أن نقول أن حزب الله قد فقد فعاليته، لكن النقطة المهمة التي يخشى منها أو التي يمكن أن تأتي بنتائج ليست مرضية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي الغزو البري. أكيد، كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار، شكرا جزيلا لحضرتك.